السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا بكم في فيديو جديد وحصري على قناتكم مدرسة سبامرز. سنتطرق اليوم ضمن دورة أربح من الأنترنت إلى كيفية رفع نقرات أدسنس. طبعا الكثير من الأشخاص من يقومون بإنشاء حسابات أدسنس إلا أنهم لا يعرفون طريقة التعديل لاختيار وانتقاء شركات أدسنس أو الشركات المعلنة التي تتيح لك أرباح يعني كبيرة في الحساب الخاص بك. طبعا معظم الأشخاص يختارون جميع الشركات إلا أن معظم الشركات لا تتيح لك أرباح يعني لا تتجاوز يعني الربع دولار، لكن الشركات التي سأعطيها لكم اليوم تتجاوز ال10 دولارات، بمعنى سنقوم بانتقاء تلك الشركات فقط. تظهر تلك الشركات في يعني المدونة الخاصة بك أو الموقع الخاص بك، وهذا ما سيتيح لك الربح إن شاء الله، ويمكنك أن تتجاوز ال50 دولار أو 100 دولار. طبعا هنا تعتمد على المشاهدات الخاصة بك. كذلك يمكنكم استعمال استراتيجيات بسيطة، فعن طريق 1000 مشاهدة يمكنك تحصيل بعض الدولارات يوميا. ولئن لم تكن مشترك بالقناة قبل فندعوك للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. ولن نترككم مع الفصل التالي. إذن في البداية سنقوم بالتوجه إلى حسابنا في AdSense. طبعا كما تشاهدون هذه طبعا واجهة AdSense. سنقوم بالدخول إلى هنا Autorize et bloquer les annonces، ثم تنقل على To mes annonces. طبعا تنقل على هذا، تقوم بالإشارة عليها هنا. طبعا كما تشاهدون طريقة الدخول إليها سهلة جدا. طبعا بعد ذلك نقوم بالدخول إلى ريزو بيبليسيتير يعني شبكة الإعلانات. طبعا بالعربية ستجدون شبكة الإعلانات. كما تشاهدون متابعينا الكرام بالنسبة لهنا ستظهر لكم أو تنبثق لكم هذه الواجهة كلها يعني هذه الخانة بالخضراء. طبعا ماذا ستفعل أنت هنا؟ أنت هنا ستقوم بالنزول إلى أسفل. طبعا لكل شخص من قام بحساب أدسنس يعني حساب أدسنس جديد ولا يعرف مثل هذه الأشياء يعني لمضاعفة الأرباح الخاصة به، لأن معظم الأشخاص يقومون بإنشاء حساب وطبعا يحضرون الزيارات إلا أن أرباحهم ليست كبيرة. طبعا عبر هذه الطريقة الرائعة التي سنضيف فيها الشركات الرائعة وننتقي الشركات التي سنستعملها، طبعا ستتيح لكم أرباح خيالية. يعني معظم اليوتيوبرز ومعظم المدونين يستعملوا هذه الطريقة من قبل. بالنسبة لهنا سنقوم بالنقر على تو بلوكي. ستجدون أنتم باللغة العربية وتنقر عليها. طبعا ستصبح لك هذه الواجهة أو هذه الخانات يعني بالخانة الحمراء، بمعنى ستقوم بعزل تلك الشركات كلها، لأن معظم هذه الشركات يعني أرباحها يعني منخفضة جدا لا تتجاوز يعني الربع دولار أو أقل من ذلك. يعني لن تتيح لك الربح يعني في البداية لكي تتأكدوا، لأن معظم الأشخاص لا يقومون بإنشاء حساب مباشرة يعني AdSense يقوم بوضع تلك الإعلانات كلها، لكن نحن سنقوم بعزل تلك الإعلانات ونقوم باختيار هذه الإعلانات التي ستجدونها يعني مرفقة في التدوينة. طبعا يعني هذه معظم الشركات. طبعا كيف ستعلم أن هذه الشركات يعني الأرباح الخاصة بها يعني أو النقرات الخاصة بها مرتفعة؟ تقوم بالدخول إلى هذا الموقع، كذلك ستجدون رابط خاص بمرفق، ثم تنقر على هنا وتضع هذه الكلمة. يعني سنقوم بتجربة يعني هذه الشركة للإعلانات. نقر على search يعني نقوم بالبحث عليها وسنشاهد كيف ستظهر لنا هذه الشركة. طبعا كما تشاهدون متابعينا الكرام يعني سعر النقرات 6.59 دولار، بمعنى يعني 1000% ستربح من هذه الإعلانات. طبعا أنا اخترت لكم أفضل الإعلانات حاليا لسنة 2017، يعني إن كنت تستعمل إعلانات يعني ل 2016 فتم تحديث هذه الإعلانات حاليا ويمكنك استعمال هذه الشركات الرائعة. كما تشاهدون يعني 5 دولار، يعني هنالك يعني إعلانات يعني وهذه الشركات يعني إعلاناتها رائعة جدا كما تشاهدون. طبعا أنا سأعطيك هذه الإعلانات، ستجدونها مرفقة طبعا أسفل الفيديو. يعني هذه الإعلانات من 3 دولارات وأكثر إلى 10 دولارات. طبعا هذه أفضل الإعلانات حاليا التي تتيح لك الربح من النقرات. طبعا ماذا ستفعل أنت كبداية؟ مثلا أنا اخترت هذا الإعلان، يعني أنت يمكنك كذلك انتقاء الإعلانات لكن ستأخذ منك الكثير من الوقت. إذا كل ما في الأمر سنقوم بأخذ هذا الإعلان كمثال، نقوم بالنقر عليه. طبعا كما أشرت إليكم قبل قليل يعني الإعلان هذا يساوي 6 دولارات للنقرات الخاصة به. نقوم بوضع الإعلان هنا كما تشاهدون، ثم تنقع على كلمة ريشيرش. كما تشاهدون هذه الشركة يعني أنا لم أقم بوضعها، ثم سننقع على كلمة يعني هنا تنقر على هذه الخانة، ستصبح في الخانة الخضراء، بمعنى هكذا قبلت هذه الإعلانات. هذه الإعلانات ستتيح لك الربح صديقي 1000% وإن شاء الله ستضاعف أرباحك. يعني كما تشاهدون معظم هذه الإعلانات، مثلا أنا سأقوم بالنقر على هنا وأضع هذا الاسم يعني الخاص بهذه الشركة المعلنة، أنقر عليها هكذا ثم يعني تظهر لك هذه الإعلانات. طبعا أنت كذلك تقوم بالإشارة وتستعمل معظم هذه الإعلانات، يعني كمثال تقوم بالنقر على هذا ثم كما تشاهدون تنقر عليها يعني ثم تقوم بالدخول وتكمل جميعها، يعني تقوم بإدخالها جميعها
يمكنك الاستماع الى الاغاني وتضع يعني هذه الاعلانات، يعني هذه معظم الاعلانات الرائعه التي تتيح لكم الربح 100%. صديقي الكريم، يمكنك ان تجني على الاقل 10 دولارات كحد ادنى في اليوم، هذا كحد ادنى في اليوم، فما بالك انت اذا اشتغلت واحضرت الزيارات الى المدونه الخاصه بك. بالنسبه للاشخاص الذين ليس لديهم يعني حسابات ادسنس، يجب عليك استعمال تلك يعني البرامج التي تقوم بجلب الزيارات، ثم عندما تصبح مؤهل للمدونه الخاصه بك ستقوم بارسال لادسنس، وطبعا سيقبلونك ويمكنك بدء يعني مسيرتك في جني الدولارات. ترى كما تشاهدون هنا يعني اقوم بالنقر عليها، ثم اقوم بالاشاره الى تلك كلها، يعني ستاخذ طبعا بعض الوقت، انت ما عليك الا ان تقوم بادخالها. طب بعد ان تقوم بادخالها اوتوماتيكيا يعني بعد مده ساعه او اقل، سيقوم بالموقع او يعني حسابك ادسنس، ستتغير تلك الاعلانات وتصبح تظهر لك الاعلانات الذي فيها يعني نقرات مرتفعه، وهكذا صديقي الكريم ستجني الكثير من الدولارات. طبعا انا لن استطيع اظهار كم اربح لان ادسنس تخالف هذه الشروط، لذلك يمكنني اظهار الشاشه الخاصه بي. طبعا هذا هو الشرح، اتمنى انه اعجبكم. بالنسبه لجميع البيانات ستجدونها طبعا مرفقه في التدوينه، ويمكنكم الاستفاده من هذا الموضوع طبعا لكل شخص مبتدئ او اي شخص احترافي كذلك، لان هذه الشركات حاليا قامت بالتجديد للنقرات الخاصه بها او سعر النقرات الخاصه بها. والى هنا متابعينا الكرام وصلنا الى نهايه الفيديو، فان كنتم زوار جدد او لا تعرفون قناه من قبل، ندعوكم للاشتراك بالقناه مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك، كذلك ندعوكم للدخول إلى الفيديوهات الخاصة بنا، هناك الكثير من الفيديوهات الربحية والتقنية التي ستفيدكم إن شاء الله. بالإضافة ندعوكم للدخول إلى الموقع الخاص بنا، هناك الكثير والكثير من المواضيع التي ستفيدكم إن شاء الله. والآن أترككم في ذمة الله، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة من مدرسة السبامرز.